اهلا وسهلا بكم معي اهلا بالعرفج حلقه اهلا بالعرفج. اهلا وسهلا بك. يا هلا والله بالسعاده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف جدك انس؟ والله جميله يا اخي. بس جينا الرياضه حسب برد توهقت جبت الصوف معي فاكتشفت انه حر فلبست الثوب ذا. لا والله يجزاك خير اللي فصلته لي. جميل جميل. ترى انت نكبت انه صار في طلبات على الثياب. عموما اهلا وسهلا فيك والمشاهدين مره ثانيه. راح نبدا باولى اخبارنا من صحيفه الحياه. الخبر الأول: الحوادث المميتة 62% على الطرق السريعة و79 بليون ريال الخسائر سنويا. نتابع. الحوادث المميتة 62% على الطرق السريعة و79 بليون ريال الخسائر سنويا. كشفت دراسة علمية حديثة عن الحوادث المرورية في المملكة عن وقوع 80% من الحوادث المؤدية إلى إصابات داخل المدن، فيما تقع غالبية الحوادث المميتة على الطرق السريعة بنسبة 62% من إجمالي الحوادث على الطرق. تفضل. يعني شوفي أبو سعد، إذا أردت أن أختار عنوان للقيادة في السعودية، قيادة السيارة، أنا أعتبر العنوان العريض قيادة السيارة في السعودية مشروع انتحار. يعني أنت لما تطلع من البيت أعتقد أنك لازم تودع أهلك، تكتب وصيتك، لأن قد لا تعود بأمانة. نعم. الأرقام مخيفة. ثانيا اني انا لما كنت صغير كنا نسمع الدعاء اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر، فكنت اتخيل ايش وعثاء السفر هذه، ما كنت اعرف ماذا تعني وعثاء السفر. الان بسبب اني اسافر باستمرار كابتن المنظر لو بسافر اني اسافر باستمرار برا، تعرف رداءة الخطوط السعوديه اسافر دائما برا، فبالتالي كل ما اسافر يا اشوف حادث حادثين لو الاموات بالجمله. الرقم هنا يقولون 700 شخص يموت بالسنة، يعني معدل تقريبا شخصين يموتوا في اليوم. أنا أشك في هذا الرقم وأنا أقول لك الرقم أكثر، لأنك أنت عندك مملكة مترامية الأطراف عدد كبير. أيضا هم يقولون رداءة الطرق 70% من الحوادث داخل المدن، معناته وهي ثقافة، مشكلة ثقافة، ولا هو ربط حزام ولا هو قطع إشارة ولا ذا. أعتقد أن السعوديين يعني يحتاجون إلى حزم في موضوع القيادة أكثر بكثير من ما هو حاصل. والله يا ابو سعد شوف، بس الحزم تتوقع انه فقط بساهر ولا لا 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 رجل المرور في الشارع يكاد يكون غايب ساهر. مع الاسف انا اقول لك ساهر مع الاسف، واقول بصراحه ضبط الناس الكاميرات اللي الاشارات اللي في كاميرات، لكن بدات الناس تنتقم من الاشارات التي لا كاميرات فيها بقطع الاشاره، فهو ساهر صار نوع من الاستفزاز كمان نوع لا كمان في سلوك شخصي، يعني في قيم مفروض تكون رقابه ذاتيه. بالضبط. احنا نقول لك انه يعني اذا لقطني ساهر هناك وانا مسرع اروح اقطع هناك، يعني مو منطق. شوف انا اعتقد يا ابو سعد هي الموضوع يتحول في اربع محاور. المحور الاول انه ثقافه قائد السياره نفسه يكون عنده قيم ومبادئ، ثانيا صيانه المركبات، ثالثا صيانه الطرق، رابعا تكثيف رجال المرور. الان رجل المرور اصبح يعني من النادر انك تشوف رجل المرور، من النادر تماما. طيب. فهذه الاشياء يجب ان ننتبه لها يا ابو سعد. طيب. نروح للحياه. في السعوديه يقول لك رفض معادله 500 شهاده في عام، و يعني المملكه ترفض معادله 500 شهاده في عام وترصد 20 مكتبا لبيع شهادات وهميه. نتابع هذا الخبر. السعودية ترفض معادلة 500 شهادة في عام وترصد 20 مكتبا لبيع شهادات وهمية. أعلن مدير معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني أن الإدارة رفضت معادلة نحو 500 شهادة في مقابل 11500 قرار معادلة خلال العام الدراسي الماضي، وذكر أن من الأسباب رفض الشهادات ارتباطها بجامعات وهمية أو غير موصى بها من جانب الوزارة. طيب تفضل. يلا يا ابو سعد شوف، انت تعرف انه دائما والله انت تعرف لما كان في واحد حلاق زمان يجي يحلق، اذا ما عنده زباين يجيب ولد يحلق له، يعني اساس تستمر عمليه العمل. احنا موضوع الشهادات المزوره، انا لما ما القى اخبار اجيب خبر ذا، لانه كل يوم خبر. أي. يوم 20 مكتب، يوم 3، يعني 20 مكتب في السعودية. أنا أشك طبعا في هذا الرقم، لأنه حسب العام الماضي نشر أنه 94 شقة مكاتب تعطي شهادة مزورة، هنا 500 شهادة. نرجع موضوع يا أبو سعد إلى الرقابة الذاتية. قبل أن الإنسان يقدر يضحك على أنظمة وكذا، أنت وين قدام نفسك أنك تجيب شهادة مزورة من جامعة وهمية وتعتمدها؟ أنت ترى تضحك على نفسك لا تضحك على الناس. حتى وين صدقناك إحنا أنك أنت مثلا دكتور أو خريج معهد زراعي أو صحي شهادتك وهمية، أنت وينك أمام نفسك؟
أكبر مشكلة يا أبو سعد أن الإنسان يخسر نفسه أمام نفسه. يقول المسيح دائما في يقول احذر أن تخسر نفسك. أنت ترى إذا خسرت الناس ممكن تستعيضهم، لكن إذا خسرت نفسك انهرت من الداخل، وهذه المشكلة. كيف تجيب شهادة مزورة وأنت تعرف أنك أول من يضحك على نفسه في هذه الشهادة؟ فحنا هالأخبار هذه ترى صارت يعني تزوير السكوك، مدرية مداهمات غير نظامية، شهادات مزورة، قيادة المرض، ترى صارت موضوعات مستهلكة، والكلام عنها والكتابة عنها مضيعة للوقت. في صديق عزيز قبل فترة بسيطة كنا ننتقد واحد مفروض أنه خسر نفسه من الداخل، فقال قال جملة جميلة صراحة، حتى أنا ما راح أفسرها كثير لأنها ملكية خاصة وما استغرب. يقول يا أخي أنا استغرب هذا الرجل كيف يقدر يحلق دقنه يوميا، فبعدين قال لي ليش، بس ما راح أقول، راح عشان الملكية الفكرية. لكن راح أروح لصحيفة عكاظ، خبر أمارة تبوك تطالب بتفعيل الستر على الفتاة في قضايا الخلوة، نتابع. إمارة تبوك تطالب بتفعيل الستر على الفتاة في قضايا الخلوة. طالبت إمارة منطقة تبوك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل مبدأ الستر على الفتاة التي تضبط في حال خلوة مع شاب تحقيقا للمصلحة العامة. وقالت الإمارة في خطاب موجه للرئيس العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهاتها تؤكد على ذلك، كما أن تعاميم الهيئة ذاتها تشير إلى الستر، إلا أن الهيئة تحيل الفتاة للجهات المختصة مما يتسبب في مشكلات اجتماعية تضر بالفتاة ومستقبلها وسمعة أهلها. يعني يا أبو سعد أول شيء دعنا نهنئ ونشكر إمارة تبوك على هذا القرار. يعني تعرف دائما الناس تخاف من بعض الجهات، يعني الجهات الدينية، القضاء، الهيئة كذا، لكن الإمارة تبادر بمثل هذا العمل. أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية. أنت لما تنظر يا أبو سعد لموضوع بشكل عام، موضوع الستر وموضوع يعني يفرض أنه في اجتهاد أنه خلوة، ليست خلوة، اجتهاد أنه خلوة، شك أنه خلوة. عندما تلقي القبض على هذه الفتاة وتسلمها لأبوها بتعهد، هتصير مشكلة مع أبوها أو تدخلها السجن، هذه مشكلة فيما بعد. دائما كل إنسان يخطئ في الحياة، ما في أحد بدون خطأ. يعني ليس هناك، يعني لما أتوا بأيام عيسى عليه السلام أتوا بامرأة مجرمة، تراك الحين جايب مقولتين لعيسى عليه السلام. طيب أوكي، يعني في أثر. لا بس عشان أنا بعدين لا تقول لي أنت نكبتني، أنت قاعد تنكبر. لا أنا قريت في الكتب، ترى قريت هو، أنت مدام اثنين جبت الحين احتمال يعني. طيب أوكي، أنا قريت في أثر إنه أتي بامرأة ترجم، فقال أحد لا إلا كان الحديث ما عند الكلام المسلم، لا مكتوب في الكتب، لكن إحنا نبغى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي محمد، اللهم عشان ما يشعر الناس باستفزاز. كل الناس خطأوني في موقف. أوكي كل الناس خطأوني بس لا تزعل، بس ترى والله أزعل أنا وأروح، ما كل الناس خطأوني يا أبو سعد، كل إنسان يخطي. أنا أقول لك الإنسان اللي بدون خطأ فلينتقدني، ما في أحد بدون خطأ. فإذا حصل مثل هذا الخطأ وهو خطأ بشري، وإحنا لا نبرر الخطأ، لكن فيها بعد ممكن تزيد الخطأ إذا كانت رؤيتك. وأنا إن شاء الله يعني أعتقد جازما أن أهل الرجال الهيئات قصدهم الإصلاح، لكن أحيانا قد يخطئ المجتهد، قد يخطئ المجتهد، ولا إن شاء الله ما نشك فيهم. أنه دائما الإنسان، أنا متأكد أنه لو ألقوا القبض على أي واحدة وأدبوها وأنفوها في الكلام وذهبت ستتعذب. الحجازيين يقولون اللي يقرص الثعبان يخاف من الحبل، يصير عندها خوف كبير. إضافة لأنك أنت قصدك الإصلاح، إذا قصدك الإصلاح لا توسع الموضوع، ممكن تعنت الشاب أكثر من الشاب. لكن أيضا هي أول شيء اجتهادات، ما صدر فيها حكم ولا كذا. وباب الستر يا أخي، باب الستر باب جميل، الإنسان يحب يعني أنه دائما يكون مستور الذنب، وبالذات أنه خلوة فيها اجتهاد. إلا إذا لك رأي ثاني أبو سعد. لا يعني احنا نبغى القانون تطبق، وموضوع الستر والامور الشخصيه هذه حقيقه يعني مهمه، ولكن لا يزال الجدل حول لما يعني الستر على الفتاه بينما الشاب لا يتم الستر عليه، واحيانا تكون قضيه واحده، يعني يكونون شاب وفتاه لقوها في الطرف، الفتاه تسامح وهذا لا يسامح. يعني اعتقد هذه يبغى لها، لا هو يسامح الشاب أيضا بس لازم يعنف أكثر، لأنه هذا الشاب ما حيدخل في أوراق رسمية ولا شيء، يعنف أكثر، بينما الفتاة ممكن تدمر مستقبلها. صحيح أتفق، يعني إحنا ما نبغى ندمر مستقبل أحد، أو ما حد أتوقع من الهيئة حتى يدمر. نعم. لكن أنت الآن لما تتكلم وتقول أنه يعني يبغى له تعنيف أكثر أو
عقوبة أكثر وما راح يصير في شيء على الرغم، هذه معلومة ولا تخيل توقع؟ لا لا لا، هو التركيز دائما، لأنه في ناس حولوا المحاكم يعني. نعم نعم، هو الستر على الفتاة طبعا، أنا أقول لك أنه يكون أقل، بس أيضا الشاب أيضا لو رفعت العقوبة عليه شوي في إطار المكتب ما يطلع أنه أكثر، لأنه تعرف يا أبو سعد حد التعزير من نظرة شزر لما أنت ينظر القاضي كيوم هذه عقوبة إلين القتل، هذا حد التعزير باب واسع. أنت ممكن تستخدم أي فقرة من هذه. أنا أعتقد أنه الحر لما تنظر له بأدب وتنظر له أنه هذا خطأ وتفشله أمام نفسه ما عاد يتعود. جميل جدا. الروح أما إذا كرر لا، هذا ما هو وصول. صحيح. الاقتصادية، صحيح الاقتصادية، السعودية بين أقل 22 دولة كثافة سكانية في العالم، متابع. السعودية بين أقل 22 دولة كثافة سكانية في العالم. ارتفعت الكثافة السكانية في المملكة إلى 15 نسمة لكل كيلومتر مربع في 2013، لتكون ضمن أقل 22 دولة كثافة سكانية في العالم، وثالث أقل دولة عربيا، وثاني أقل دولة في الخليج. وكثافة السكان هي عدد الأشخاص في الكيلومتر المربع من مساحة الأراضي. تفضل. والله يا أبو سعد، يعني شوف هذا الخبر أنه حنا من أقل كثافة، من أقل دول العالم كثافة السكان، يحيرني في المقابل أنه أنا وإنت ما لقينا نشتري أرض من غلاء الأراضي. يعني أنا يعني أقول لك في الصحراء الجزيرة العربية الواسعة هذه 70-80 كيلو عن الرياض تلقى المتر غالي، رغم أنها منطقة يمكن العقارب والثعابين ما تعيش فيها، منطقة صحراوية جافة ما فيها شيء، ومع ذلك أسعار مرتفعة. أنا أعتقد في مشكلة ما دام كل هالمساحة الكبيرة وحنا 22 أو 30 مليون ولا حنا قادرة تغطينا إن نجد. بس أنا أعتقد هم يا دكتور يعني قسموا هذه على المساحة الكلية المملكة، وأنت تعرف في مناطق أيوة. لا يمكن العيش فيها مثل صحيح. الربع الخالي يعني كل هذه ما تستطيع ما يعني ما تستطيع تكون حياة فيها وتشكل نسبة كبيرة من المساحة. بالضبط. لذلك يمكن صارت التقسيم. أكيد هو يعني ليس السبب فقط. ليس السبب، لكن أيضا أنت أحسبها إنه قول بس على المدن الكبيرة برضو الأراضي غالية بسبب صحيح. وجود أراضي بيضاء شاسعة، أنت تمشي أحيانا عشرات الكيلومترات في مناطق ما فيها أبدا مساكن ولا فيها بيوت. يعني عندك مثلا جدة، أنت يوم ما تطلع من حراء بعدين تنقطع المباني لين محطة الرحيلي، عندك 30 كيلو ترى ما فيها مباني ابدا، صحاري فاضيه. هنا انا اقول انه في مشكله. انا اعتقد انه لو بحثنا عن حل جدي لمساله الاراضي والمساحه، احنا الان يعني ما في شك انه الدوله متوجهه لانه كل مواطن يتملك ارض، لانه الارض ليست عباره عن مكان، عباره عن رمزيه للمكان. يعني انت اذا ما عندك بيت في الوطن ممكن تهاجر في اي لحظه، لكن اذا عندك بيت واسره تبقى مرتبط في انتماء للوطن من خلال الأرض اللي تسكنها. تعرف أنت الصعيد الفلاح مثلا في مصر يروح ويجي ما يترك أرضه، من نوع العلاقة اللي بنت مع الانتماء للأرض، صار في علاقة مع التربة لا يروح وحين ينساها إذا يعني مكان ثاني وضع اقتصادي أفضل. أنا على خبري ما يروحون، يمكن على خبرك. أنت شوف، أنت لازم تفرق بين المسلسل المصري وبين الواقع المصري الحالي. ترى فرق بينه، يعني استمد معلوماتك عشان نعرف نتفاهم معك. لا أنا أتكلم عن المسلسل المصري لماني. طيب. يعني طيب راح نروح فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، يا هلا بالعرفج، مكملين معاكم. اهلا وسهلا فيك. يا هلا والله بالسلامة. نذهب الى صحيفه المدينه. المطلق الواتساب اداه للتبييض والتفريخ، تفسد العقل والدين والامن، نتابع. المطلق الواتساب اداه للتبييض والتفريخ، تفسد العقل والدين والامن. حذر عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي معالي فضيلة الشيخ عبدالله المطلق من نقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب أو الفيسبوك وتويتر، وطالبا بأن يكون هناك وسائل تلاحق هذه الشائعات وتحاربها وتبين للعوام مدى خطورتها وصحتها، داعيا إلى أن تكون هناك وسائل تلاحق هذه الشائعات وتخرج فيها قولا ينفع العامة ويفسد ما يؤثر على عقولهم وعقيدتهم. فوسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والفيسبوك وتويتر نعمة من الله عز وجل إذا أحسن استغلالها. شوف يا أبو سعد، خلينا نختلف، إنه كل خلينا نتفق أول شيء أنا وأنت والمشاهدين والمشاهدات إنه أي شيء يصدر في الحياة
هو له سلاح ذو حدين، نعمة وقد يكون نقمة. خلينا نأخذ مثلا السكين. السكين موجودة في البلد، قد قطع فيها البطيخ اللحم، وهذه أداة جيدة لهذه المهنة، ممكن تقتله فيها واحد. لكن لأنك تقتل فيها واحد هذا لا يعطيك مبرر أنك تمنع السكين من البلد، لأنه في أمي وأمك الله يقومهم والعافية ويحفظهم يقطعون فيها البصل واللحم، إذا يدوها أداء جيد. أنا أبغى أوصل الواتساب من هنا. الواتساب هو وسيلة تواصل رحم، صارت الجروبات العوائل يتواصلون في العزايم، في السؤال عن المرضى، في كذا في كذا. لكن أيضا الجانب السيء في الواتساب يا أبو سعد، إن واحد تجي معلومة أنه والله إقالة المسؤول الفلاني كما وصلني ويرسلها الملايين الناس، هذه نشر نشر الإشاعات بين الناس الفاسدة، ترى لا يليق بالإنسان. لازم أنت تكون عندك رقي، أنك تكون لك مصداقية عند الناس. إذا أرسلت خبر يقولون والله فعلا رواه علي العلياني، يعني هذا صحيح 100%. أما والله ترسل للناس خرابيط وبعدين تقول والله كم وصلني، العرفج ما ينفع. أي أو العرفج أو والله أو تقول مثلا كم وصلني، هذه ما هي عبارة كم وصلني. وكم مرة احنا تكلمنا يا أبو سعد في الموضوع، ونزيد ونكرر. وانت شفت الإيقاف اللي حصل في الواتساب قبل يومين، قلب الدنيا، معناته أنه صارت هي أداة للتواصل بين الناس. أنا أتمنى ومن هذا المنبر أنادي أقول الله الله يا ناس، احذروا الإشاعات وبالذات النساء، لأن تعرف النساء بطبيعتهم الثرثرة تحولت إلى الواتساب، فصارت بدل ما تثرثر صارت ترسل واتس. هي نفس المعادلة، يعني هي كان الرجل 50% فهي 80%. إن الإنسان ما يرسل شيء، يرسل نكت وأشياء بريئة أوكي، لكن ترسل أشياء تهز الأمن الوطني أو تفسد الدين أو تشكك. يا رجل بدأت تطلع إشاعات إنه واحد طلع من قبره وبدأ يتكلم عن القبر وإنه جول ومنكر ونكير، وسألوه عن سيارة من وين جابها، يعني أشياء استهزاء أكثر منها يعني للمتعة وللمنفعة العامة. يعني لما تقرأ في الخبر هنا فعلا قصص مضحكة اللي تداولها الناس. يعني أنا بدأت الآن أشعر أنه بدأت ترجع الصحوة أيام التسعينات، بدأت ترجع الآن أنه ناس صار عليهم حادث وأنهم كلهم ماتوا لأنهم كانوا يسمعون محمد عبده، ولا واحدة ما كانت تقول كانت تسبح وما ماتت. يعني هذا استهتار ما له حد يا أبو سعد، أرجو أنك أنت ما تكون منهم. طيب راح أعلق تصريح الأسبوع من صحيفة الرياض، الحكم على مفحط بمرافقة سيارات الإسعاف. نتابع. الحكم على مفحط بمرافقة سيارة الإسعاف. أصدر قاضي محكمة حكما بديلا على أحد المواطنين بعد توجيه التهمة إليه برش مادة على أسفلت الطريق العام بغرض التفحيط، بإلزامه بمرافقة الإسعاف في هيئة الهلال الأحمر في 10 حالات إسعافية لحوادث السيارات. وتعد هذه الأحكام من أنجح الأساليب البديلة التي يعمد إليها كثير من القضاة في أحكامهم عندما يجدون مجالا للمخطئ في العودة ليكون عضوا صالحا في المجتمع. تذكر يا أبو سعد لما الأسبوع الماضي أنت زرنا معالي وزير العدل في مكتبه وتناقشنا معه حول الأحكام البديلة؟ نعم. أنا زي ما قلت لك قبل دقائق أنه حكام التعزير تبدأ من نظرة وتنتهي بالقتل، الحد هذا ممكن أنت تتحرك فيه. أنا دائما أطالب في الأحكام البديلة. أفرض واحد لقوه غازل في السوق، أنت ما تستفيد من جلده أولا، ولا تستفيد أنك تسجنه، لأنه حيقعد يكلف الدولة مبلغ فلاني أكل وشرب وسكن. أنا من رأيي نوظف هذه العقوبات للصالح العام. مثلا أنت تذكر كان في قاضي في منطقة المويه، هو الدوادمي المويه أظن المويه، كان عنده أحكام جميلة. مثلا يجي واحد مثلا كان يغازل يقول له روح احفظ 100 حديث، يجي واحد ثاني مثلا كان مفحط يقول له روح اكتب كتاب زاد المعاد ونقول اكتبه في يدك 400 صفحة نقولها في يدك، أو نظف حمامات المساجد، أو نظف شارعكم بالضبط، أو نظف حديقة عامة، أو مثلا أدي مهمة. هذا أنك ترافق الإسعاف هو شيء عمل تطوعي، تتعلم كيف تنقذ الناس وكذا. أنا ودي نطالب بتفعيل الأحكام البديلة قدر المستطاع اللي ما فيها حد. مثلا اللي راجع للقاضي قاضي مثلا، ممكن أنك أنت مثلا توصب تخلي واحد يتابع برنامج ما يحبه، تقول له مثلا تابع يا أهل بالعرفج، وهو ما يحب العرفج تقول له تابعه شهر كنوع من العقوبة يعني. ولا تقول يعني أنه تعطي شيء يكون فيه فائدة له وبنفس الوقت يفيد المجتمع. شفت الحدائق عندنا لا بعد حد سيئة، ليه ما ينظف الحدائق؟ هذا أول شيء يفيد الحديقة، بعدين هو يتأدب قدام الناس. الشيء الثالث انه هذا الحكم يخلي الانسان ما عاد يفكر انه يخطي مره ثانيه. لكن تحطه بعض الناس ترى ودي يروح السجن، ما عنده بيت، هوملس، تحطه بالسجن اكله مرعى وقله صنعه هوملس يغازل كذا ومرستك هي فاضيين، هذا لهم الفاضيين ولا دسته نص دسته تعرف السالفه. طيب راح نروح الى سولو بريك، فاصل قصير جدا ونعود بعد قليل. ايش We'll be right back.
النهار تعتني الأم بطفلها الذي ينمو، وفي الليل تساعدها بامبرز. حفاضات بامبرز نشاط وحيوية الجديدة فيها نظام درع ليلي مطور بطبقة بطول إضافي تساعد على حبس البلل بعيداً عن بشرة الطفل لحماية جفاف لا يضاهى، يدوم حتى 12 ساعة. حفاضة واحدة تعني ليلة جافة. أهلاً وسهلاً بكم، يا هلا بالعرفة مرة ثانية. كاتب الأسبوع هي الأستاذة خيرية السقاف، صحيفة الجزيرة. عنوان المقال المختار: إذا كنت في نعمة. نتابع المقال الذي اخترناه لكم لكاتبة هذا الأسبوع خيرية السقاف بعنوان إذا كنت في نعمة. تقول: كنا صغارا حيث كانوا حين يشاءون غرس جذر قيمة في نفوسنا وجعلها سلوكا نتبعه ونمارسه، أن يأتون بما يريدون في مثل أو ببيت شعر يحمل المعنى. هم لم يكونوا تحت مسمى تربويين ولا مختصين، بل ولم ينالوا درجات علمية أو ثقافة واسعة، وإنما كانوا بالوعي والإيمان أصحاب حكمة وبعد نظر. ومن ضمن ما قالوه لنا: بيت الشعر الذي يؤسس لقيمة الحمد والاعتراف والرضا، بل المحافظة على المكتسبات، الذي يقول فيه مدينة النعم خليفة الهادي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب: أول من اهتدى بنعمة ربه رضي الله عنه وأرضاه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. أين المربون عنها والناس تكثر وتغالي في نكران النعم بشتى أنواع النكران؟ فالنكران عصيان، الموضوع يحتاج لدراسة. تختم السقاف: هناك صور شتى لنكران النعم، تفتش في مجتمعنا المسلم تحديدا من يدرك معنى النعم، من يدرك كيف تكون وكيف يكون واجب التعامل معها، حتى لا تكون نتائج النكران زوالها. احنا قلنا يا ابو سعد انه كل شهر شهرين ناخذ سيده، بدينا بالاميمه الخميس والان بالاستاذه خيريه. والاستاذه خيريه كاتبه قديره بمعنى الكلمه، وهي انسانه محبوبه من الجميع ولا ليس لها صدامات مع احد. تهتم بالاسره وطب واصلاح الاسره. خلينا نقول لها نصف قرن تكتب في المجال الاكاديمي والادبي والاجتماعي. هذا النصف قرن، شوف 50 سنة سيدة فاضلة تكتب، هذه تجربة عريقة وجديرة بالاهتمام والدراسة، إضافة لأنها متدفقة في المعاني. أحيانا تحس أنها ترسم بالكلمات كأنها بريشة، كأنها رسامة، تنتقل من مقطع إلى مقطع بكل سلاسة، بكل كأنها ماء متدفق عبر وادي يمشي بكل سلاسة. أيضا تحاول دائما تعيد الفكرة بطريقة ولكن ليس بنفس الثوب اللغوي، تبدله بثوب آخر. بلا شك هي كاتبة مطبوعة، يعني تشعر أن الكلمات تأتي إليها وليست ولا تذهب إلى الكلمات. يعني من مجرد ما تمسك القلم الكلمات كالعصافير اللي على الشجرة تأتي إلى أناملها وتبدأ تكتب، وهي تكتب بنفس شهية. يعني لا تشعر أنها كاتبة المقال هذا كذا بس مجرد أنه تملأ الزاوية. أدواتها الكتابية مكتملة، النقد لديها، إذا انتقدت شيء النقد لديها ليس غمز ولمس، بل همس ولمس. يعني تلمس برقة الأنثى وليس بجلافة الرجل. تعيش الرومانسية الكتابية، طبعا واضح هذا من خلال كتاباتها، من خلال أيضا أسماء زواياها: لك وحدك، لما هو آت، هذه عناوين زواياها. تكتب في أكثر من اتجاه وتحظى باحترام الجميع. لديها في اللغة يا أبو سعد أيضا جرس موسيقي، تشعر أنها تكتب هي قصيدة ولا تكتب مقال. لها عبارة جميلة تقول: وهبت القلم عمري فأعطاني الحياة، وهبت القلم عمري فأعطاني الحياة. شوف الإبداع في مسألة الجملة هذه. أسلوبها بسيط غير متكلف، ولديها تدفق كثير في الألفاظ. يعني هي صراحة لا تجد عندها عسر في الألفاظ، فهي تتدفق. أبرز ما يميزها وفي نظري أنا أنها من الرائدات التي للنساء التي في البدايات كتبنا مع الشيخ حمد الجاسر في مجلة اليمامة في منطقة نجد، التي تعتبر اسم الأنثى عورة. هي وزوجة عبد خزندار أعتقد أول ثنتين كتبوا في السعودية بأسماء نسائية صريحة. هذا ما يمكن أن نقوله في جانب زوجة عبد خزندار عشان ككاتب. والله هي فنوس نوثق تاريخي الرائدة، والله أبو سعد قاتل الله النسيان، الرائدة فلان خزندار رحمه الله، هي توفت طبعا. هذا أول اسمين أعتقد طرحوا في عالم الصحافة، وفي زمن قلت لك الزمن اسم المرأة عورة في منطقة نجد.
خلينا ندخل على بعض العتابات التي على هذه السيدة الفاضلة. تكثر من السرد طبعا لأنها قاصة فتكثر من السرد. السرد عندها متكرر ككل الكاتبات من النساء. تعرف المرأة تحب التفاصيل فتغرق بالتفاصيل، فهي لا تطلع من هذا من هذا من ها من هذه البؤرة من تكرر من السرد والتفاصيل. بس الحين أنت الواتساب حذرت من النساء نقلوا ثرثرة المنازل لثرثرة الواتساب، وإنه طيب جيت في البداية قلت أنا إحنا قررنا أن كل شهرين نختار لنا كاتبة، يعني تعاملت معها كأنثى ما تعاملت معها إنه ككاتب. ليش هي كل شهرين؟ ليش ما إذا في كاتبة جيدة نتكلم عنها؟ ثم جاء ثالثا تقول السرد، لأن هذه عادة النساء يحبون السرد، مع العلم إنه في أيضا رجال عندهم سرد أيضا في صحيح. المقال فيعني صاير عليك. لا والله مو صاير شيء. لا بالنسبة لكل شهرين أنا أعتقد أنت لو وجدت في السعودية في تقريبا 300 كاتب مقابل 20 كاتبة و 30 كاتبة، فالمسألة نسبية للذكر للأنثى مثل حظ الثلاث ذكور. ما ورثهم أنا قسم والي. يعني أما التفاصيل فأنا هذه قراءتي يا أخي، أنت سوي قراءة واكتب اللي تبغى، كل واحد حر. لا بس ليش إنه يعني موضوع السرد يعني تتكلم؟ لا والله أنا أعتقد إنه دائما النساء يميلون للسرد أكثر، يعني ما في امرأة تكتب مختصر، كلهم سرديات، بينما الرجال تجد سردي وتجد غير سردي، تجد واحد زي أحمد بهجة يكتب لك نص كلمة سطر واحد، المقال سطر واحد عنده، ما في امرأة تكتب سطر واحد. المرأة بطبيعتها تحب التفاصيل، والتفاصيل ترى ممتازة يا بس الإنجليز يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل. أكبر مشكلة أنك تتكلم عن التفاصيل، الرواية هي فن التفاصيل. رقطعتني أرجوك لأنه هذا لازم ممكن تستأذن بعد اللي خلصنا. لا عشان ما أنسى. طيب عفوا. غالبية عناوينها استفهامية، وهذا قد يدرك في الملل مع الوقت، يعني غالبيتها استفهامية. أيوة في مشكلة كبرى عند أستاذة خيرية، إنها في يعني كريمة جدا في علامات الترقيم، وتستخدمها أحيانا استخدام غير صحيح. مثلا تكتب كذا وبعدين تحط نقطتين وفاصلة. النقطتين يا أبو سعد ما توضع إلا إذا في كلام محذوف أو كلام ممكن القارئ يكمله وتحط فاصلة. هي تستخدمها ببذخ هائل. أنا أتمنى على الأستاذة خيرية وهي إنسانة فاضلة وجدا ما شاء الله الآن، إنه بس تخفف من علامات الترقيم الفاصلة والنقاط والفراغات هذه، لأن هذه يسمونها النصوص المحاذية. نصوص محاذية للنص، يعني لما تضع علامة استفهام أنت هنا تضع معنى آخر للجملة. نعم. أيوة. إنه أخيرا أيضا تنقل الأستاذة خيرية من جريدة لجريدة أعتقد أنه أضر فيها. أيضا آخر عيب فيها أنها ليس لها حواريات، يعني رغم أنها درست عشرات مئات الطالبات بل آلاف، إلا أنه لا يتنقلون ولا يخدمون هؤلاء الطالبات في شيء. طيب مزايا الكتب عندنا كتابين هذا الأسبوع. نعم. الكتاب الأول فن المقالة، الكتاب الثاني معالم كتابة المقالة. حسبي الله عليك يا أبو سعد، أنت من يوم ما طلعتني هنا حل المقالات، طبعا هذه عشان أنا حل واحد أقعد 3-4 أيام وأنا أكتب عنه، وغير أني أنا مختزله من بداياتي، فبدأوا الناس الآن يجيبون رقمي من بوك نمبر ويرسل لي مقال إيش رأيك. فأنا عشان أختصر عليهم الطريق، أنه لا تطلب رأيي قبل ما أنت تبذل الجهد عندك. هذه كتابين أنا جبتها لهواة التفكير الغربي، هذا هو معالم كتابية، هذا لباحثين قديرين غربيين، وهذا فن المقالة للأستاذ صالح أبو أصبع ومحمد عبيد الله. هذه يا أبو سعد فيها كل ما يحتاجه، بل إن هذا فيه استرسال، يعني أنا بس لو أقرأ لك مثلا الفهرس تكتفي، أنه ما خلى لا شاردة ولا واردة. مثلا بداها قال إيش أصول المقالة عند العرب، بعدين دخل عناصر المقالة، عنصر اللغة، عنصر الفكرة، عنصر الأسلوب، نشاط تطبيقي اللي هو التطبيق عملي، بعدين يدخل بناء المقال، العنوان، المقدمة، الجسم، الخاتمة، أسلوب تطبيقي، خطة كتابة المقال، كتابة الفقرة، كتابة البرغراف. شوف كل ما يحتاجه الإنسان، وهذا موجود في كل المكتبات في الرياض. أرجو أنه أي طالب يقرأ أو أنه كذا قبل لا يرسل لي أو قبل لا هو يجرب مغامرة الكتابة في الصحافة، أنه يقتني هذا الكتاب. هذا من طباعة نادي القصيم الأدبي، والأندية الذي بتعرف نادرا تطلع كتب جيدة، هذا من الكتب الجيدة. هو كتاب غربي ترجمه الدكتور مانع الجهني. أتمنى أنه هالكتابين وغيرهم طبعا، فيه لو كتبت أنت في جوجل كيف تكتب مقالة حيطلع لك عشرات البحوث. الواحد يقرأ ويثقف نفسه وبعد كذا يرسل لنا المقالة، أما أنه والله بس كذا جت الخواطر أنه عايش حالة
تحبه يكتب لي مقال يقول لي اكتبه، هذا يحتاج من والله وقت. والله يا دكتور بدأ الغرور يصيبك. صابك غرور. لا مغرور أنا والله، وليش؟ هذا الناس يحبونك يثقون فيك، زمان كنت تفرح بالواتساب إذا جاك، الحين خلاص رضيت. الحين صرت مغرور طبعاً، اللي يطلع معك لازم يصير مغرور. لا لازم يصير مع البسطاء ومن أجل البسطاء. يا سيدي مع البسطاء، بس البسطاء لازم يساعدون أنفسهم، مو معقول إحنا نقدر نشتغل أنا أشتغل مغسل وضامن جنة، لا ما أقدر. أنا أكفي أنتقد لما إنسان يكتب 20-30 مقال ويقرأ 20-30 بحث، بعد كذا نتفاهم، واحد ما قرأ ويبغى نقيمه. طب ناخذ فاصل ولا لا؟ ناخذ والله فرصة حلقة نشف فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، يا هلا بالعرفة المستمرين. عبارة الاسبوع ضيفني وضيفك. وضيفك. شوف يا ابو سعد، احنا طبعا مجتمع غارق في المشاكل، فجاء تويتر الله يهديه وزاد مشاكلنا. يعني مثلا تسمع العبارة ذي، ضيفني وضيفك، هذه مشكلة انا اعاني منها وانت وكل واحد، انه انت مثلا اضفتني في تويتر، ليس مطلوب مني اني اضيفك، لانه كل انسان يعني انا وانت افرض رحنا للسوق، احتياجاتك غير احتياجاتي، انا اشتريت طماطم وبصل وكراث، انت اشتريت بقدونس وفجل ورمان، كل واحد يبحث عما ينقصه، صح ولا لا؟ ما هو معقول أن واحد مثلا عنده خرابيط معينة ويبغاني أتابعه، أو واحد يحط مقاله، رابط مقاله، أنا رابط المقال أقرأ في الجريدة، ما أحتاج أن أتابعك عشان أبغى شخص يضيف لي. يعني السيد نتنياهو، بس أنت قاعد تحط رابط مقالاتك. لا أنا أحط، بس أنا أحط كمان ثيابي اللي فصلت صارت حديث عندك عشان أسكت. لا أنت أكثر واحد يحط رابط. أنا أقول لك إيه، وحط بعدين مخرجنا يقول انه دائما يتكلم معك في تويتر ولا تعطيه وجه، بينما الجنس اللطيف ترد عليهم على طول. لا، لانه استوصوا بالنساء خيرا، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين الشيء الثاني، والله انت لا تقول لي انا حط رابط مقالات يا ابو سعد وحط صوري وانا شايل جراد لك جايب ونذ... يعني هو سوشيال ميديا، حياه اجتماعيه، رابط المقال واحد من اعماله، لكن ليس كل واحد محط لي مثلا مشاكل امريكا او ايران ومقالات بس، انا ما تلزمني هالاشياء، فبالتالي لن اضيفك. بعدين أنا قلت لك أتابع السيد نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لأنه يهمني، لكن هو ما يتابعني لأنه ما همه، مو لازم والله هو سلام، يعني واجب السلام سنة ورد واجب، أنه لازم أفطني ضيفك. لا، أنا أقولها من هذا المنبر، يجب أن نكسر هذه القاعدة، وبالله يعفونا، يعني لا أحد يطالبني بالإضافة، إذا كان كذا لا يضيفني من الأساس. وصارت مشاكل ترى، وانت حضرت بعضها، صارت مشاكل. ليه يا أخي؟ ما هو انا اقول انك انت يعني ماشي في خط الغرور. غرور صابك غرور، والغرور لما يصيبك مشكله، لما يصيب مشكله. طيب نروح الى غرائب الفتوى. طيب فتوى مكبرات الصوت. مكبرات الصوت، شوف لو انت يا ابو سعد تبحث عن اكبر دليل على الفوارق في السعوديه والمتناقضات، تكون مكبرات الصوت اولها. انا وانا صغير، اول ما ولدت، يعني كان في جدل في بريدة حول الميكروفون. الشيخ صالح بن حميد كتب في مذكراته عن والد الله يرحمه عبد الله بن حميد، مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت قبل 35 سنة، إنه أول ما جاء الميكروفون في بريدة بدأت الناس تتمنع من الصلاة في المسجد اللي فيه ميكروفون، على إنه يعني دخيل، وإنه شيء فيه شياطين، وإنه ما أدري عن التبريرات كثيرة. فالشيخ بن حميد عشان لا يصدم الناس كان عنده دروس، فكان فقط يوم الاثنين يحط الدرس حقه بالميكروفون، بقية الأسبوع من غير ميكروفون. شوف التسلسل في صدم الناس. الآن طبعا مقاومة الميكروفونات في ذلك الوقت شيء غريب، أنه الناس تحاربها. الآن صارت وزارة الأوقاف تحارب أصوات الميكروفونات العالية، طلع تعاميم كثيرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه الاكتفاء في الإذان والإقامة فقط بالميكروفون، أما الصلاة في داخل المسجد فتكون من غير ميكروفون إلا في الداخل. الآن ما في، يمكن أنا أقول لك على الأقل في الأحياء اللي سكنت فيها تجد أنه ميكروفونين متصادمين. بعدين ميكروفونات يا أبو سعد من الضخمة، هذا اللي 250 ديس إلا اللي تعادل صوت كونكورد، يعني لو عندك واحد طفل نايم مسكين ممكن يصحى. ما احنا قلنا معليش الصلاة، تيجي بعد الصلاة يجيك، يعني انا اتذكر مرة في المكرونة جنب البيت بدينا المغرب، بعد المغرب واحد داعي الله يجزاه خير قال مع يا اخوان دقائق، مسكنا لين نص ساعة، لما نخلص جاء واحد قال بس انا
تعقيب على اللي ذكره الأخ. قعدنا للعشاء، بعد العشاء صلينا، وبعد كذا جاء واحد قال بس يا أخوان تعقيب على ما ذكروا، يبدو أن الأخوان أغفلوا، يعني من 7 إلى 10 وحنا جالسين في صوت عالي. الله من التقى اللي فيه. لا والله تقى والله. طيب خلنا من ذلك. لا هو الغريب في هذا الموضوع أنه ما كان يرفضه الناس أصبحوا هم اللي يدافعون عنه اليوم. بالضبط. يعني أنا أتذكر بعض الكتاب الصحفيين اللي هم محسوبين على التيار الليبرالي أو المنفتح أو إلى آخره أو التنويري، أتذكر بعضهم كتب مقال ينادي بأنه ما في داعي للميكروفونات العالية لأنها تؤذي وتزعج الآخر، واكتفوا بها داخل المسجد أو الغوها. نعم. ذاك الوقت التيار اللي كان يرفضه زمان، تيار الدين، نعم هاجموا هذول الكتاب ولدرجة هددوا، يعني أحسنت. اللي هدر دم واللي مدري إيش واللي على أنهم كتاب عصات. عصات. والله أنا أقول لك هاي تغيرات اجتماعية. لا حنا خلينا مع النظام الرسمي، الدولة الآن ينص النظام على أنه الميكروفون للأذان والإقامة فقط ولا أكثر من كذا. والله يا أبو سعد في جدة في أحياء بسيطة ومتقاربة الميكروفون عالي وتجده يزعج الحي، فيه مرضى وفيه كبار سن وفيه عجائز وفيه أطفال، لا ذنب لهم. الدين كما يقول العلماء لا يؤذى ولا يؤذى به، يعني أنت لا تؤذي الدين ولا تؤذي الناس بالدين. أنا ممكن تراذيك في الدين، يعني ممكن الحين أقول لك ليش حالق لحيتك ومسك وصفك، ليش حالق لحيتك لين تعفيها. ما شاء الله، يعني أنت مع في اللحية. لا بس أنا واعظ، يعني أنت مو واعظ. شو واعظ بدون لحية؟ واعظ آخر زمن. لا مو الشيخ بعدين، هذا ترى مو بشغل وعاظ، شغل عراب. ليش اللي صف صك بقول لك ممكن هذه الشيخ سيد قطب ما كان له لحية، فواحد قال طلبة العلم قال كيف تسمع كلام سيد قطب وهو ذا بدون لحية؟ قال الشيخ سيد قطب شعور بلا شعر ونحن شعر بلا شعور. فأنا ممكن الحين أقوم أنا ما أحمد يدي إن شاء الله، لكن أكتبك تعهد أنك الأسبوع الجاي تجي معي في لحيتك. وين تشتغل أنت؟ طيب نروح إلى أبيات الأسبوع. أتسألين عن 50 لبدوي الجبل؟ يا سلام، شوف يا أبو سعد، هذا بدوي الجبل من أرق الشعراء في اللغة العربية. نعم. لكن كان مشكلته أنه ما كان يساير حزب البعث في سوريا، لذلك تم تغييب شمسه تماما. يعني المستبدين والحاكمين في سوريا ألغوه تماما، ولا هو شاعر من أجمل الشعراء. هو يكلم زوجته لما نوصل عمره 50. نعم. يقول أتسألين عن 50 ما فعلت، يبلى الشباب ولا تبلى سجاياه. شوف يبلى الشباب، إنسان دائما حتى هو كبير عنده نزع للشباب بس الجسم ما يساعد. أتسألين عن 50 ما فعلت، يبلى الشباب ولا تبلى سجاياه، في القلب كنز شباب لا نفاد له، يعطي ويزداد ما ازدادت عطاياه، فمن طوى واحد من زهو صبوته إلا تفجر 1000 في حناياه. تزين الورد ألوانا ليفتننا، أيحلف الورد أنا ما فتناه، هذا السلاف أدام الله سكرته، من الشفاه البخيلات اعتصرناه، جل الذي خلق الدنيا وزينها بالشعر أصفى المصفى من مزاياه، يا من سقانا كؤوس الهجر مترعة بكى بساط الهوى لما طويناه. الله الله الله، صح لسان بدوي الجبل ولسانك. طيب عندنا احنا فاصل الان ولا ناخذ لقطه الاسبوع؟ طيب ناخذ لقطه الاسبوع اللي بديناها الاسبوع الماضي نتابع. الجهاز السحري كشف عنه النقاب مؤخرا خلال مؤتمر صحفي عالمي بحضور الرئيس المعين ورئيس الوزراء المؤقت وقيادات من المؤسسه العسكريه الحاكمه. كومبليت كيور فور اتش سي في، لعلاج مرض فيروس سي، وكمبليت كيور فور اتش اي اف، لعلاج اتش اي في، لعلاج مرض الايدز. نسأل الله ان يخفف الام ويشفي مرضى الشعب المصري بواسطة هذا الكمبليت كيور. وهكذا في ايام معدودات وبلا الم حلت مشكلة فيروس سي والإيدز على يد هذا الكومبليت بيور، الذي قال صاحبه العسكري إنه حصل على تصريح من وزارة الصحة، لكن وزارة الصحة التي تدرك مدى خطورة هذه الفيروسات التي زعم رجال الجيش قدرتهم على علاجها سارعت إلى نفي علمها بهذا الأمر، لكنها بالطبع لم تستطع أن تطلب من النيابة سرعة القبض على مخترع الجهاز المزعوم. يعني احنا امام شيء غريب قاعد يصير في مصر. اي والله، يعني بغض النظر اخوان راحوا ولا جيش جاء ولا العكس،
شيء غريب يعني، بس يعني في شيء غريب، كذبة كبرى يا أبو سعد. يعني شوفوا الشيء، احنا نبارك البرنامج يا هلا انه سبقنا الاستاذ باسم يوسف، هذه اللقطة صارت امس، فهو عشان برنامج وبعد اسبوع ما لا احنا مو بطموحنا ذي القصة، بالعكس هذا واحد لا لا ولا ادري متى، بس انا اتكلم عن مصر يعني كحالة، يعني في الاداء الاعلامي الفترة الحالية، وفي صحيح مثل هذه الاخبار يعني هذا الجهاز يا ابو سعد غريب، جهاز انك تحط اصبعك في داخله وبعد ساعه تتعالج من الايدز ومن اي مرض، اخترعوا عسكري في الجيف وبشهاء وبوجود الرئيس المصري وصدقوا عليه وقال الصحه وافقت عليه الصحه كذبت. هذا الجهاز لا طبق على حيوانات كالعاده، مع الاسف البشر سيئين يطبقون عليه، ولا اعترفت في مجله علميه ولا اداره علميه ولا مؤسسه علميه ولا احد. هذا يذكرنا يا ابو سعد في اداره كانت ايام عبد الناصر اسمها اداره الشؤون المعنويه لرفع معنويات الناس حتى لو بالكذب، انه عبرنا سيناء وسوينا وكذا، تكذب على الناس حتى ترفع معنوياتهم. هذه احدى الحالات اللي تصير الان، يعني لقطه مضحكه، جهاز يعني اي شخص يسمعه يضحك، انه والله جهاز يعالج بس مده ساعه يعالجك من الايتس. المختبرات العالميه عاجزه تطلع لقاح له وحله في ساعه، واول مرتبك هو يتكلم حتى ما هو عارف وش الجهاز. نتمنى هنشوف الشعب المصري، لا نتمنى انه اذا كان صحيح انه يعني يا ليت يفيد العالم حتى، يا ليت. لكن يعني كمان تلعب في نفسية الناس بهذه الطريقة. معليش تمشي حالك يعني، انا مهايط ترى انتقل لمصر معي. جميل جميل. طيب نروح الى الفيديوهات، فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مع العرفج في هلا بالعرفج، ناخذ الفيديوهات ونتابع اول مقطع. ابشر بلا ملح، هذه بلا ملح، هذا اشهد لا اله الا الله. 40 كيلو طرد، ها 40 كيلو طرد، يا بيز من المجنون، هو لازم نجنون لاكل المدر، ملعون الرقبه، الحبس في بطنك، الحبس في بطنك، الغنامه 12 غشاش. هذا يا ابو سعد واحد متحسر، الذيب 40 كيلو وكل الغنم كلها، بيعرف وين راحت الغنم. لكن شوف المفارقه يا ابو سعد، خلينا نمرر معلومه نهايه شوي. الان دائما تلقى العرب مع الاسف فيهم شويه قله معروف، الان لما يكون عنده ولد يسميه ذيب، مع ان الذيب ياكل غنم الراعي ويشتت شملها، بينما لا سار ولد ما في خير قال هذا كلب، مع ان الكلب هو اللي يحمي الغنم. فروض يسمي ولده ويفتخر فيه انه كلب، هو اللي يحمي، هو اللي يقوم بدور الحراسه والكلب. لكن الناس بالذات العرب يحب اللي ايش يكسو عليه ويتشطر عليه، والذيب عشان كذا يسمونه ولدي خليك ذيب، لا تصير سلب، خليك ذيب. لا يمكن في حب الهزيمه وحب حب للهزيمه. يا ذيب انا بوصيك لا تاكل الذيب. كم ليله عشاك فيها المجاعه. مجاعه هذه قصيدة مشهورة جميلة طبعا. تبغى تكمل ولا لا؟ خلاص طيب ناخذ المقطع الثاني. السلام عليكم، زي ما شفتوا امس طفى تطبيق الواتساب اخر الليل في العالم كله يعني، فلما اشتغل اليوم بدات الناس ترسل رسائل كذا، من ضمنها تحذيرات انه انتبهوا من التطبيق عقب ما اشتريت الفيسبوك، انه صار تحت رحمه الاف بي اي وكالة الاستخبارات الامريكيه، وانتبهوا لا ترسلون شيء على اساس انه احنا من نصبح لحد ما نمسي واحنا قاعدين نخطط على امريكا. يعني ترى كل اللي يروح وكل اللي يجي يعني صور ومقاطع زي 18 والباقي طقطقه هلاليين ونصرويين. يعني الموضوع ما يبي له استخبارات، الموضوع كل اللي يبي له بوليس اداب وهي. يا أخي أنا حي هذا تلخيص الله، حي هذا الشاب، دائما مقاطعه ما تكون جميلة فعلا. يعني اللي أنت جتك لا في الرسالة وأنا جتني تنتبه وما أدري، فعلا اللي يسمع يقول إنه حنا ترى كله كلام زي ما قال طقطقة تندي على بعض، وهذا متعصب وأخذ هذا أي وهذا أخذ سيارة وهذا ما أخذ سيارة، بس ترى كل اللي فيها الله. أنت يعني على موضوع سيارة ما سيارة يعني الا ما توصل المسج يا اخي، اللي اخذ السياره استاهل. اكيد لا، انا اقول لك انه هو الصور يا ابو سعد. لا لا كان في 70,000 مثال تقدر تجيبها. طيب اجيب لك مثال ثاني خلاص. يلا. عن الانديه مثلا. طيب. اي هذا الاتحاد سوى كذا، لا ما سوى كذا. لا هذا مثال الان. طيب ايش اجيب؟ ناخذ المقطع الجاي. انا زعلتك بحاجه
طب ايه يا حبيبي هي بتدار عينك ليه لما بتجي بنية؟ بالله ايش رايكم فيني مصلح فنان العرب؟ الله يعينك يا محمد عبد، وش دلنا انت بتروح عليك غلطة بدينا بدالك، بس ضبطيني احلام ضبطيني في عرب عادة خلالة هي تفضل. يعني المجال مفتوح، موهوب وكوميدي، ما موهوب وكوميدي مع وقف التنفيذ، المجال مفتوح، هو اذا بيصير محل الفنان العرب اهلا وسهلا. طيب القمه تتسع للجميع ابو سعد. نروح للمقطع اللي بعده. بابا الملعونه بنت الملعونه هذا أغنية مصرية يا زبابة. أيوة النسخة السعودية من أغنية الذبابة. النسخة السعودية حلوة سعودة الأغاني يا أخي، ولا لا مو أحسن من سعودة سوق الخضار؟ يعني كذا وكذا ولك تقول وزير العمل. طيب نأخذ أيضا المقطع الجاي. سلام، هذه أبو السعد أعتقد أن فرقة في جدة اسمها الديوانية صراحة يؤدون أداء جيد. شوف هذا بداية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، تخت موسيقى. أي أيه. لا هو الجميل أنهم يعني باقي في ناس شباب ويهتمون بهذا الآلات وهذا النوع من الغناء وهذا النوع الراقي الموسيقى. مش الأغاني السريعة إيقاع السريع. الفن الراقي أنت توافق على هذا المصطلح ولا لا؟ خلينا نقول الفن القديم مش أحسن. طيب قديم. نتابع المقطع الجاي. أرسلت لك يا عزوتي كم مرسول ولا لا؟ وقت جوابك يا حبيبي. بس أنا مسعيد، أنا حي الرجل ذا الجيد اللي التفت لنيو. زمان كان في أغنية بوس الواوا، يعني هذه أغنية رادف. جميل أننا نهتم في الأغاني الموجهة للقطط. هذا ترى ارتقاء بالذهنية العربية. بس بوس الواوا ما كانت موجهة للقطط. يعني أنا هذا أوكي. أنا أحسن النية والله. أنا أعتبر إحنا نسميها الواوا بوس الواوا. يمكن أنتم مين حباب؟ مين تسمونها في اللبناني؟ أنت تقولون بوس الواوا؟ إحنا نسميها صارت المسألة كذا؟ لا 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 المسألة يعني. طيب نأخذ المقطع الجاي بس. لا لا مصدرها الكلمة، مصدرها الكلمة، مصدرها الكلمة، مصدر قد قلب. شوف حتى هذا تفاعلت مع النص، حتى الطيور والبلابل صارت تقول متصدر لا تكلم. ما تلومها، ما تلومها يا أخي، من حق اللي يتصدر. على قولك من لقى شيء يستاهل ولا لا؟ نعم متصدر، من الطيور بدأت تتغني في متصدر لا تكلمني. طيب. أيضا ولذلك هو ما حد يكلمه، ولا حط ما حد يكلمه. هو مفاعل. نتابع المقطع الأخير تقريبا وما قبل الأخير. واقف سيادك زين، قول لو سمحت اتكلم معاك. هلا يا الطريق هذا وين يودي؟ يلا يلا تعليق. ليش تضحك ابو سعد؟ لا يكون مريت عليك بنفس الموقف. لا لا ما مريت بنفس الموقف، بس انا اضحك يعني
وردة الفعل غير متوقعة. أي لا. والقرار السريع يعني ما قال وين الطريق ودي. هذه تذكرني بقصة زمان الناس يتداولونها أكيد حقيقة بس ما أدري حصلت من إنه واحد كان يلف على واحد في السيارة فقال له جنب، فلما جنب ذا جاب مفتاح العجل اللي يبغى يضربه، فلما نزل شافه ما شاء الله يعني بسطه في الطول والعقل والرجاحة في البدن، فلما شافه خاف قال له ما ليش المفتاح العجل هذا لك ولا لا. ونفس ترى هذا الموقف حسن التخلص هذا يا أبو سعد. نعم. لازم يتعلم الإنسان خاصة إنه تحط بمواقف دائما كذا. أي طيب نتابع الآن نأخذ سولو بريك أخير ونعود. النهار تعتني الأم بطفلها الذي ينمو، وفي الليل تساعدها بامبرز. حفاضات بامبرز نشاط وحيوية الجديدة فيها نظام درع ليلي مطور بطبقة بطول إضافي تساعد على حبس البلل بعيداً عن بشرة الطفل لحماية جفاف لا يضاهى، يدوم حتى 12 ساعة. حفاضة واحدة تعني ليلة جافة. اهلا وسهلا بكم. فقرتنا الاخيره اللي استحضرناها من اسبوعين اللي هي اغنيه الاسبوع، نحاول نبحث اذا كان لها قصه او نحل او ما سمعنا. طبعا الاغنيه هي مرت ولا حتى تلتفت مرت، كلمات الامير بدر عبد المحسن وغناء طلال المداح. وعسى بس نكون دقيقين في اللحن، لا نعرف شوي لانه صار عليها، خلي الناس تجوجلها يشتغلوا. لا لا بس نبغى نتخيل القصة والمصادر للقصة بسيطة، وكمان ممكن هم يشتغلون مع منازلهم. لا 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 إذا لهم رغبة. لا أي بوجبات سريعة. طيب هذه يا أبو سعد حسب ما سمعنا من مصادر أنه حالة معينة، أنه كان أحد الشعراء أو الشاعر نفسه أو صديق له كان في باريس أو لندن، وكان بينه خاطب سيدة بنت، فمرت ولا التفتت عليه رغم المودة اللي بينهم، فكتب القصيدة على هذا المنوال يعني حسب ما سمعنا أو هكذا تقول كلمات النص. بس الآن أنت متأكد أن الأمير بدر عبد المحسن كاتبها؟ الله أنا متأكد. لا لأنه في جدل أنه محمد عبد الفيصل. يمكن محمد، أوكي محمد عبد الفيصل، حنا ما يعنينا الشاعر. الحان سامي حسان. أوه هذا أنعم وأكرم الله يرحمه. نعم. إيش يقول الكلام؟ يقول مرت ولا حتى تلتفت مرت، مرت وعن عيني اختفت مرت، ما كنها في يوم ضحكت لي ولا كنها في يوم عرفتني. الله ينبدل الأحوال، كيف الوفاء من طبعها زال، غابت عن عيوني وبعيوني سؤال، اللي حصل منها جفا ولا دلال، مدري وش بدا مني وخلاها تبتعد عني. الله ينبدل الأحوال، كيف الوفاء من طبعها زال، نسيتها يا زمن نسيتها، ومن بين ديني خذيتها، كنك خذيت مني عيوني، كنك خذيت مني حياتي ولا اكتفيت. الله ينبدل الأحوال، كيف الوفا من طبعها زال. الله نبقى مع هذه الأغنية، وإن شاء الله نلقاكم يوم نلقاكم أنا يوم الأحد المقبل، و يعني اول والعرفت معنا في الاربعاء المقبل. ايش هالنقلة كذا في الاخير؟ يا امان الله. الله 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 ينبدل الاحوال، كيف الوفا من كلبها زال. الله We'll be right back.